بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب استحباب عشر كواكيل وبغوا اللحذن يا الشنات كمذا من صحيح مسلم كتاب الحج بينوس السعودي. باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين. حباب استحباب استلام الركنين اليمانيين لبدا تير أن لبدا جيس مدك حق اليمن حقا إن لا سلام وطواف كما كلا بالله في الطواف طواف قديس دون الركنين الآخرين لبدا تير كلا لبدا جيس كلا كعبدا أن لا سلام إنن ولا بدا حكت حقا شام شاميين كلا يجهدوا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال لم أرى رسول الله رسول كلاه ما أرك يمسح أسقه سلامي قعن ساري يمسح هنا يستلم بيكاد إغانتهي مسيح وترترد مئه سلامي قعن ساري لغا وضع يمسح من البيت كعبد حق إذا كالسلام ما أرق إلا الركنين اليمانيين لبدا جيس حق يمن حتى ركن يقول وشيء ركن ضد مغشاضه تير بعد موده سو تير قريها قال يحلو جيس جيس كا يجيس كا سكر الله جودا أفرت جيس كعبد الله بنا والله سلام الله بنا الله متابته. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر وحورة سو أحمد عمرو مقعيس وتصمر تنم بدن أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا يونس يعني ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر بوجد عبد الله بن عمر قال حول عبد الله لم يكن رسول الله رسول كلاه ما أهين يستلم يمسح بدران صومرتين إنسكم معنيه انتصاك وعضينيس يستلم صوق عن سارية وافتعال من السلام يعني وتحية سلامها يا لقوضة يستلم صوق سلامها يا مقعن سارية مارك من أركان البيت قريقا أما كعبة الجيسية أفرتا إلا الركن الأسود والذي يليه إلا الركن الأسود لقى حمدو جيس كمدو كجر حج الأسود يعني لقى حمدو حج الأسود قدرتين جيس كعبة كججرة جيس كمركة يو الذي يليه مثل كحيقة من نحو دور الجمحيين أي من جهة دور الجمحيين لمن كريبني الجمح كريوه ذا حقه ذو التراوي لبضا كتير أما اللي بدأ نجيسي منه وكجر ركن حجر أسودك منه وكضم بيه وحاوي دنك وحجر أن مك حافظها مك الله إلى هذا حافظ دربنا الجمح دنك ذي جراوي هذا مركز مساعدة المام يس مساعدة قبل يس دنك هذا أنت حكوا أدي هذه شركة جاجا بكو أدي بلال هذا قبل يس سو يقرأ مرصد وكو أدي أنت وتساس وكل ما تقربته المام بالوجه ده. حدثنا محمد ودارتنا لبون باتلانتان لبون واتكالي هاتان لبدا حق الدمبا ومركز لوريك تنحجو اسماعيل حقي سادان ودبرك الدمبا لما تابتو يحجر الاسود كيتير كوكوحي قام بالا تابتا. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي عن عبيد الله العمري عبد الله بن حفص بن عاصم بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر ذكر وحوش عبد الله بن عمر هذا النافع عن عبد الله بن عمر سالم عن عبد الله بن عمر بن صمر ذكر وحوش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إنوها لا يستلم كان سلامين عن سارين إلا الحجر الأسود والركن اليمانية والركن اليمانية إيو اليمانية لشذم هاي مركز يماني لا هاي محايا لياو نسبه متكم مدى وحلوب بدلي ألف بلوب بدلي لأن النسبة إلى اليمن ويمني يمني مرد ألف مش أي تماضه وفوضين لا يستلم إلا الحجر أي الأسود لقى حمدون من نبي قلت سلامي جرئي ورغن اليمانية إيو تير كاسقنا ميدك حقي كاكو حقا. وحدثنا محمد ثنى أبو موسى البصري والزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وعبد الله بن سعيد من يحيى اليشكري إن بضم بين صمر وذات كان حليب حتى ينودن بيسي جميعا سوى جري جماعة أيمضى عن يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان قال ابن المثنى في حديثه سوى حدثنا يحيى موسى رنين عن يحيى القطان مؤرن عن عبيد الله العمري حدثني نافع عن ابن عمر قال ما تركت كما تنب ابن عمر يلي استلام هذين الركنين
labadankii salaamidooda salaamidooda inaan salaamo oo gacanta saaro kama tegin alyamaaniya walxajar alaswad buu u jeedaa geeska yamaaniga iyo dhagax madow meeshuu ku jiro mud xilligii ra'aytu aan arkay rasuulla sal alla salam yastarimuhumaa isagoo salaamayo gacanta saaraya fii shidatin cidhiidhi iyo warakhaa'in waasacnimoba shidada wuxuu u jeedaa izdixaam buu ka wadaa zaxm buu ka wadaa hadday meeshu cidhiidhi tahay oo lagu badan yahay kacbada iyo haddaan lagu badno inuu halbaateen loo dawaafahayaba nabigu wuu salaami jiray buu kama tegin marka isaga hawsha nabi maxamed intuu aan arkay isagoo salaa inuu kama tegin buu mudu raaytu rasuul yastalima fii shidatin waa isaga xaggiisa fii shidatin waa dhaqankii ibni cumar fii shidatin ay fii zaxma xillay zaxma jirtana ma daynin walaa rakhaa'in xilli ay waasacnimo jirto aan cidhiidhi jirna ma daynin bal waxaa la soo guuriyaa inuu isku dhiibi jiray ibni cumar salaamidda xajru alaswadka iyo rukn alyamaani si walba uu isku dayi jiray ilaa mararka qaarkood intuu isku maqiiqo isagoo dhiigahay uu ka soo bixi jiray isku dhiibi jiray isagu saa darteed saxaabada qaarkood way ku radiyeen waxay dhaheen laa tu'di walaa tu'daa ibnu cabaas iyo jamaca waxay dhaheen abadan hadday kuu sahlanaato meeshu aysan waasac tahayna taabo oo salaan hadday cidhiidhi tahayna ummadda ka leexo maxaa yeelay rugniga in la salaamo oo gacanta la saaro waa sunno qof muslim meesha inaad ku dhibtana waa xaaraan marka aduu sunno raadinaya inaad kabiira meel kabaara ku dhacda lama ogolo marka tarku waajibin oo ahaa cadama adiyati lmuminiin muslimiinta inaadan dhibin dhibna u geysanin waa waajib inaad dhibtana waa xaaraan rugniga inaad gacanta saarto salaanto adoo nabiga ku dayan hayana waa sunno marka ma sunno darteed baad u baabi'in ummadda marka hawshaa lama ogola marka waa tashadudaadkii ibnu cumar ay salafku ku diideen wey cumar buu nabigu u diiday inuu maadaama nin xoog badan ahaa inuu ummadda ka dhex dawaafo markay zaxmo jirto yidhi adugu dadkuwaad ka xoog badan tahay bannaanka wari marka hawshaasi waa ijtihaadkii imaamkoo lagu khilaafay wey laakiin asalka de waa sunno sunno weeye in xajrul aswadkan la salaamo oo weliba la dhunkado haddii la awoodi karo oo weliba lagu sujuudo ama xabadkaba la saaro iyo feeraha shabka la geliyo kan kale isagoo un la salaamo hadduu kuu dhow yahay haddaad ka fogtaayna damba ka geli maysid waxaa dadna abubakr bn abi shaybata bn numayrin qaala jamiican can abi khaalid abi khaalid alaxmar weeye qaala abubakr bn abi shayba isagu wuxuu yihi fii xadiidi xadathana abu khaalid alaxmar واسمه سليم بن حيان واتقنان عن عبيد الله العمري عن نافع قال رأيت ابن عمر أن أركو يستلم الحجر أي حجر الأسود يستلم سلامي قعن ساري الحجر الأسود لقى حمدو بيدي قعن تسكو تابني ثم انت كدب قبل دون كذا يدو قعن تيس سو انتو سلامي هدنا دون كذا يبان أركي جمهور أهل العلم يكو حمباريان وحلسكوك ياي حجر الأسود كهداد haddaad gacanta ku salaantay ood afka la gaari karto waad afkaad ku dhunkani gacanta dhunkan maysiide adiga dibnahaadaad dhagaxa ku dhunkanaysa gacantana waad ku salaami markaad afka la gaari weydo iyo wejiga la gaari weydo markaasaa la ogol yahay inaad gacanta ku taabato gacantana aad dhunkato laakiin adoo dibnahaba la gaari kara lama ogolo inaad gacantii dhunkato taawsh lama ogolo marka uma qabala yada waxaa lagu xambaarayaa waxaa u suurageli waayey inuu afka la gaaro wa qaala ibn cumar wuxuu yihi maa taraktu kama tegin dhagaxa inaan salaamayo dhunkanayo mundu ra'aytu rasuula allahi sal alla salam yafcalu nabi maxamed waa samaynaya intaan arkay weligeyba ma daynin buu leeyahay waxadathana abu taahir akhbara ibn wahab marka dhagaxa la dhunkanayo salafku waxay dhaheen waa qubla laysat ka qublat nisa isku ogaada dhagaxa marka la dhunkanayo xajru aswadka la dhunkanayo afka la saarayo waxaa loo dhunkanaya dhunkasho ka duwan sida dumarka loo dhunkado shanqad lama ogolo muqdho la dhihi maayo iska ilaaliya hawsha iyada salugu waa dhibsan jire waxaaba tartiib dibnahan baad saari afkun baad saari shanqad lama ogolo waa karaahay dheen salafku barbarkoodna aad bay hawsha uga dagaalameen marka hawsha ku baraaruga maxaa loo qoslahaya أوليني والله صوغ الأمية وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا نوح بن عبد الله أخبرنا عمرو بن حارث بن يعقوب المصري الأنصاري أن قتادة بن دعامة السدوسي حدثه وحو أرضي قيس عمرو وشيقي
أن أبا الطفيل، أبا الطفيل عام مواثلة السحابي حكس عمر البكري بكر من الليث بقدر شيء، حدثوا أشيق أردقي قتادة أنه سمع ابن عباس أنه مقلي يقول أسقوا له لم أرى رسول الله رسول كلاه ما أرك يستلم أسقوا سلام إياه غير الركنين اليمانيين لبدا تيري مدك تتوحان كأهي لبدا جيس مدك تتوحان كأهي نبي محمد والسلام إياه ما أرك حديثك قصوا إليه هاي قصونا في صحيح كنت مدي سنن ك ما لم بوحى صوب حجيا مصوع عمر يستي معاوية حل وأميرك آي ابن عباس مرك ضوافك الله بالله بي يوحوارك ابن عباس معاوية انتو بالسلام هاي فقن اليماني حجر الأسود كي لبد الشامين كا أفرت الجيس كعبضة دعنتم مريم مركز حكولي ابن عباس بحكول معاوية نبي محمد الله بضان بسلام الشري هوشن كلام حيا هاي ليس من البيت شيء مهجور بول كعبضة وحل جتك هي متشر وبركيسن تايو كعنت الله وضم مرن هيا وحكوا لي ها هاتي أنا وحكي جروكم ما دين نبي رعبان كوري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدقتوا لي أتوشي رواية كله تضوي الضواف مر والبو ورجبا أنتوا عن من عباس ولد بتاعنا نبي محمد الله بدم بسلام الجري ولك في رسول الله أسوة حسنة مرك قدام بيسو حور ابن عباس ودعنا منك وركاتك ما هي هاوش جوجي بور ما بيت كان لقيتك هيا اون انا لو بركاي سنكر ما حد يبو جرا حور البيت عدي كاج على ايده ان لا بركاي استكاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجري بركا صدقت رن بعد شيء تو جوجي واه قدام باوشاس قال كاس احمد ابن عباسيو صاحبك معاويه بن ابي سفيان رغب دم باسيده كتغي واغي دمبه مركي عبد الله بن زبير كعبده انتو دميهي وكعلي على أسس وقواعد نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفرت تيرب أصنو سلام جري واقدم أفرت تيرب وتابن جر هاي لي إلدى اللغتة يكوى شامين كالليلة كان يكال اللغتة ويكب حسينهين أساس كالنبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تاقنو كما يتاقنو لبضان كلام باكو تاقن متك حاجة بسكو كجري متك كالي markii waaqid dambe ibn abdullah mizwan tooyidi aaysha wareystay oo hawsho dhanba ay tustay oo loqday kacbada geesaheedi oo loogaaday quraash qaabka wuxuu kharibtay iyo asal beedku qaabku u dhisnaan jiray ibraahimna kaga tagay iyo asalkeedu ku celiyay marka afarta tirba waxay soo gada galay kamid noqdeen ala ususi wa qawaidi ibraahim wa ismaeel alayhi salatu wa salaam idan marka cilada looga tagi jiray shaamiyinka looga tagay meesha ka baxday gacanta wada marin jiray ربنا ميا حناقي عبد الملك عيدا كيس شياطين تاس كدبك عدد دمية وحيكو عليين سيد كفار قريش يا شيك عليين كفار قريش سيد يكو عليين عبد الله زور محيكو عليين على قوس أسي إبراهيم على السنة بقول الربي عايش ويكالا أن قطصه لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية كعبدا دمين لها وحنكو علين لها أبه إبراهيم سودك قلت كبان كذي قالها لكن إن الدين تكفي قام من كيا ويدانه أذو هذي وأن تلك لقوا مناطقين يكون نقدان أصل كي أبوه إبراهيم أن كنت زين كنا بقوت سمرك عايشوا كعي سحبوا دور تسي كعبدوا أنت كذي من يقاب كأقول عيارا قرش يهدي تبر الله له تكون عقيدة وتوسطه ترين كان لقى من قوة إن سيد الله نس فقدم بعض الوحال ويلي ابن زبير مكم بيت كدميني اي ودسهي غوبجوك بانو هاين مخراتيال بانو كاين وحانو ارغني اساسكي ايو ركومدي دغخياش نبي ابراهيم واصل كدسه كعبد كسو قرشي غاري ود مكن نفضو كيرات اينا كسو كدغت مركا هوس هول مزور ما هاين وا هول لو دنا او عايشه توستي انا وين دهن ساري مركاس ديوان دغدغني من الزبير نعيب كيسون بانو يا نوغي شو انو دين لاين بو اسيري انو دين لاين عبد الملك من افجر خلق الله بوها والراجح انه ليس بمسلم هيدنا هذا خليف ان بر مروان ودونك قبطي واندلس حد قال قال وحاس واسك شيكو طيب نينكي يريو انتو استاغي مساجد كي استاغي خطبه لي استاغي وحولي ليس انا بالخليف المستضعف
ولا بالخليفة المداهن ولا بالخليفة المأفون. من أمرني بتقوى الله بعد هذا اليوم لضربت عنقه. نينك أوقف فاجر سنوي ريب بن أمية نينك حن مجر لا قددك قبل أوصن خليفة النقونين أما أمير النقونين نوحوها من فقهاء التابعين عالم بؤها دين تأدو يقان وذاتها الله بوحكو حن مجره وقالت عام يا دام توانجرنا وايدين شيء وذات فندوبي وجد بيو كل حين جاي بيوم حي ترى جيت في القيان وبحياة هدوب جيت كبيا نحفظ الكوين جاي ميا حلو ليه حل كيس سواء الراشين كلو عم بضل الله وكرصدو تل سويش تبيو ضب إن لا سارة من حل كلام ملا مركي هوش الصوت دون تل إذا أبانا ود أنت هوش أنا عدك لكلام حك تأسوه كتاب قرآن آخرنا يا الوريا إنه يري هذا آخر عهدي بك أنت أسكول الله بكتابك القرآن كيوري ما أنت أسكولك أنت بيس الله بدل خطبة وحوليه هاي أنو ميه ما مقلع سمسلمين ها أنو ميه بالخليفة المستضعف بالخليفة المستضعف خليفك لا دولي سنة يا عثمان بوجدا عثمان إنك دبع سنة اللي سكوت من أنو ميه بور ولا بالخليفة المداهن إنك رين مقال كاي سياسة وحكومة معوجدا معاوي صاحب مدارات بوها ان حليم وطلقات بضن وشعرت معاوي ثم تقانا شعر معاوي محل وبحي وحول نمان اسا ينضون هذا النور دحيس واصنا في دا هو هيستن ميقتن وفي دا هيست انا ان في دان هيو دون تاسي ميسون غودين بوري هدو جيتو وانو جيتم بوري مركو اسو سدكتن وان كسو جيدي مركو ايد هذا وانو سي ديني مركو شعرت معاوي الله يقانا وحو اها صاحب الدهاء ومكر وحلم وتأنم بها وحور مرك ولا بالخليفة المداهن أميه خير مقالين يبيت أنا ما أقان ولا بالخليفة المأفون بوري مفون وحوج هذا يزيد معاوية نجي إلا سكو لبك دعاية إلا لب صلاية وحور أنا ما أنت لقى بالله نينك إلهي كعب سئي يا واندلي يا بوري محاش يلي يدينك حمانة ثميسان مركز أنك نقول أرغتان بتوقع إليه سوق ما ميسان محاوصوا باب الكعستان ويحيدونك الثميني سمك أنك وأن سمين أتأمر الناس بالبر وتنسونا أنفسكم بوري والذي نفسي بيدي بوري ما لا يأمرنا أحد بعد هذا اليوم بتقوى الله إلا ضربت عنقه وحد ذنبه إلهي كعب صدها اللواهي واجب ذنب وأول من عطل ها واجب الأمر بالمعروف والنهي عن في حق الخلفاء والأمراء الجور الشياطين منك بالله بيوي من أدو اللي تؤى وحن مركة كارتي كالتهاي وقع إن عبد الله بن الزبير سحابين أي هاي فالتلابوض وقالنا سحابين مقراتي كأهايين هو يدين أي كدن بيس عائشة أم المؤمنين نبي ودردار مكتئيتا وصية رسول الله بفري سحابك لورا مقاتك عاي مركز أسوق كرسي جيزة درتي أسوق إلى شان يا أيو كل عيار أو يري تلابوين كيرات كعبد الله المزبير كعبد الله كم مقن ماي محدي دنيا إلا إذا لا قيام الساعة كعبد الله حكوا علي طريق أنبياء الرسول شو حكوا علي ها ابن الزبير بقرة وحكة حات زن مجر تاسق دمني مركز ذلك الفلسفة بينه وآخرني علاد اللي قلت لك مركز هذا هو حوي علاد سيئة هدي هذا إذا عدين لقوا عليه أصل كذي لابد ركنية كلنا و والله سلام يا تالا سعود تالا سعود حديث كان طريق هذا نمر إن طريق عمرو بن حارث عن قتادة بن دعام عن أبي الطفيل وحوش يا جنك اللي إذا دار قطني إلا سكو خلافي واختلف الرواة على قتادة والراجح حلوى طريقا طريق مسمو دورتيو أقوى الطرق والأوجه وطريقة على الكيسة حديث كون لو بقولي تطبق كفيري باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف مثل هذا مركة إن لبضع جيز رمل اليماني حاجة أسود بس لردون كان أيو أمر الله السلام أيو أمر الله قعن صار أيو ومسألة إجماع سيد الراجحة خلاف راج شري والسوق قوري والمستقر نقونين وانتي وذات السمايين لقون نقدي كدبنا أي فراحك قادر
خلافك مستقر كأيك مستقر كلا دوي هول بدخو خلدنتي أذا يكون قوم مناطي ولا قالها الله الدليل الغوش شجع واتكن نقطتي لورن مهيو مثله ومثل خلاف الله محيو وخلاف كخلاف عن سجنانيه وخلاف عن سجنانيه وخلط أنتن روح قلي مكن لبراروجي وكن نقضيه خلاف نوى خلاف كدين دقتي أذولي جاب قبتي وتكون إذا بتصادو وما دو خلاف سنين وليه حتى ولده وحي شيخ يعني خلافك باقي هاي لكن سداسي اي مبدا انه مندر باسوغوريا ابن عبد البر باسوغوريا رقبة باسوغوريا اجماع اصغا نوبا كمدا رقورني باب الاستحباب تقبيل الحجر الاسود في الطواف تعيل كلا تعيل يا هاي ان لردن كودو دقا حمدو مركا دوافيسا طواف كنوع الدنيا هنو اما قدوم هنقضو اما طواف الزياره هنقضو اما طواف الوداع هنقضو ودع عنه. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا من وهب بن عبد الله أخبرنا يونس وعمر بن حارث. وحدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب أخبرنا عمر بن الحارث عن نشاب الزور عن سالم بن عبد الله أن أباه وأبي عبد الله حدثه ولك سالم وأشعي قال ابن عمر قبل عمر بن الخطاب عمر الخطاب وحول كذي الحجر الأسود لا أحمد وحول كذي ثم قال وحولي عمر بوحورنا يا خلاف ديس أما والله الله أنك دارتي لقد علمت وحان أوغاي أنك حاجر لحينات إن أطلقحت تيبان أوغاي ولولا أني رأيت رسول الله هذا أن أركي الرسول كإله يقبلك كردن كان ينا ما قبلتك كمردن كذي مركردن كذي ووش مري بحور دقحو راحب الله الله عامضة يبلو شوين دون الرباس وحاجين يسير ميشو تشوكت إنا يفهمان أو صن أقعد دقحين لعابدي أما سجني الله بركة سنوي أما قيمة أسوء أولي هاي لجر راديني أو إلهي الرسول قيس أي سنجلينين طيب هاي تبريكو شيء يقولوا بركة لي هاي حلو جو هذا شيء يقولوا بركة لي هاي الله بشيء بلو جو هذا إما بالحس وإما بالشر إن حسي التجربة اللي جوا جاذو الله جوا ضبرك هذا سي ديف حكر دخترني ماذا يعاف ما تكاه ديف حسي بركة حسي أوي نينك الصوصو والصنبور هاي دقح حسن كسارة وفعلان كنتي بذا اللي جود داوية وحا سوف في عيا كام وبركة حسي أو أن هؤلاء اللي جسوا جين أو تجربة اللي جوا جاذا بالحس والتجربة ديف وأنا أحسن باللي جت هذا إلهي خير وراك بودرتا يجيدها أي هوا ذا يعيد راح دقي وحنا لقوه هذا بالتجربة وحنا وحي علب أن لقوه كان تعود مركل لقمة الله وحي كلا إذا حمل سكت هاجنا أما جيد ملكو يا الله وأصلا وح تجربة أن لقلين إلا أدرت إلا بركة سنة يو أما واشرك يا قالمو أما إيه أما واشرعي يا سنة لا بد من دوي ميسك نبار ميسك ترمحا نينك ميسك تابصده هي ولود بداف نينك تابصده إسلام تاويل الأردري نينك تابصده قناعس بدن بيل وبركة ميسك قاد قريس حقيقة تبت لقا حين قيقن قيدها مركة تيبو كه الله يا داواهان لو ما تابطو إيا عاف مدهان وحالو تابنا يا هي بركة كالو ربك إيو رسول كيسو كشيغانو آه إلهي دم بنو كرنا فإنو بركة شرع باب بركي إنو أخرى أرقوم براتك عاي وأعماشو كمدياي وحولي ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك تبرك أشجرت يجيدي لولاك أنا مرة كفر أصغر أكبر النغضاء مرة شركي أصغر النغضاء مكا على تفصيل كل بوح نقول يساقاف كل روح وإستعمال قضية ضعية هذا وحي أخو سيسا إنو سحابي يقول لقحوا إن أضحت وكوعه نبي محمد وقول إن كان يدنارك لهين كمرن كذي زاد هارون في روايته وحقود دري قال عمرو وحور وحدثني بمثلها أي بمثل الرواية عمرو الحارث عن شاب الزور عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه بدر كيسين عمرو الحارث وحولية وحدثني بمثلها بمثل الرواية ابن شهاب وي رواية ابن شهاب كله حقيقة تبيي زيد بن أسلم عن أبيه أبي أسلم العدوي يعني لا بشيخ بما شكله هاي بقوله هاي
هذا عمرو بن حارثة الشيخ وابن شهاب الزهري عن سالم عن عبد الله عن عمر من نوى عمرو بن حارث عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر عن عمر أسلم نهد وحوي ومواليده ووين سيدنا عمر وحرية قيمة بدناوي رقي خاصك عمر هذه الجري إذن وعمر وضعه وفيسي وحدثنا محمد أبي بكر المقدم حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن عمر أن عمر قبل الحجر رقيح مذوبه وقال وحون يلي إني أنا لا أقبلك وأكون كنيا وإني أنا لا أعلم حن أجن وأكون كنيا أنك حاجر رقح هنا تاي لا تنفع ولا تضر ولا إيمان دون تا ولكني أسي شيء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لكن نبي محمد وكلهم كان يان أركي مرك اعتقاد فاسد قادم وي اتباع السنة بعض مرك أصمعين إسام وي وركله ماشى ميا وركله ماشى ميا اليوم دار قدني رواية حماد عن أيوب عن نافع عن عمر عن عمر وحوش يقين لسكو خلاف على حماد وأيوب حماد بن زيدنا أردده سبع استخلافي حديثك كقادني كذلك أيوبنا أرضي حديثك كقادني يبا إسمان رافي صدر كيسان هذا مركو حوشي مقدمي وأبو بكر المقدمي إيونك اللي إذا مسدد من مصرهت إيو حفص بن عمر الحوضي صدح راسي عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر يكدقن حديثك وأنا سيدة الرجحي نقل اللي إذا مسلم وأسوق مري وحيو تطبع كوشيغ مرك دار قدني رقم كبقول طبانيا شان وحوشيغ وحا خلافي بوري سليم بن حرب وخلافي ابو الربيع الزهراني عارم فارسلوه وين ارساليين ما كذا رجحين مرك صدح لنا وي وصليين صدح لنا وي ارساليين حديثك عن حماد عن حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر لمن وحيد هذين نافع ان عمر ويكاد يقولون ميشع ابن عمر بكشارين أما نافع بكشارينو أيوب عن ابن عمر يكاد يقول موسى كاردو يسكتكي الصواب مركو حاوي سيدا مقانيسة وصلقنا واسوغنيا إرسالكنا واسوغنيا حي لي حماد باكان يرسل تارة ويوصل تارة مرنو إرسالين جري وأرضها صدح ذاك قات مرنو وصلين جري رقا صدح ذاك قات صدح أننا لحظة أننا بواسطة أننا أسكول لك مو حفاظة وثقادة مركز سيدة السلام وقنيس وحصوها ري اختلافك على أيوب أيوب بارل اسكول من رافيو حماد بن زيدي وحاسمان رافي إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي سوح وكدق حديثك عن نافع يعني نبئت أن عمر نبئت أن عمر ساسكو ولي أسكو ماشى حماد وكوري سير رواية ورأي مرتي نافع من عمر أن عمر موصولة طيب مرك دار قدني وحولي مركو أنت يحول والحد وهو صحيح حديث كان عمر وهو صحيح عن من حديث السويد بن غفلة وعابس بن ربيعة وابن سرجس عن عمر حول طريق أنا سو مرن قاسة كجري لكن طرق كلا صوص عطاء عمر كسوغن وطريق سويد بن غفلة عن عمر طريق عابس بن ربيعة عن عمر طريق عبد الله بن سرجس عن عمر والسقنية ساس كوجي لكتاب كيسة تطبعه لكن وركا واجد موجود مية برت مسلم مريب وواجد ما مريب علل كيسو يحدث كلا ودي كتاب العلل العلل الواردة في الأحاديث النبوية مجلد كلابات صفحة صدح الطبنات حديث كأما سؤال سديت تاني اللي حاب بان لو يدي ابن علي ايو حماد خلاف كيس خلافين كور رنبال طرق ذبو الشرح عمر كاسوري وقول حماد بن زيد أحب إلي وقول حماد بن زيد أحب إلي كوكب قبي مكو خلاف كسود سود هذا انت مسلم رئيس هم هذا كورنا أتكو قنزطي طيب إلا الكيسات كفر نيسا وإذن شيء صدق هذا الكوح كجرة خلاف كجرة سنة كان المرجب إلا الكيسان وكجرة المهم طريقة مسلم مرايبة والراجح لأن حفاظ الحديث هي أساطين العلم يجبال الحفظ والرواية وحي أبدايه إذا اختلف الناس على أيوب فالقول قول حماد بن زيد أصحاب أيوب هذا اسمان رافان هبين دود محمد صلى الله عليه وسلم
إذا اختلف أصحاب عطاء بن رباح فمن خالف ابن جريج في عطاء فقد وقع في شغل بطسون مرتين. نفس الشيء حفاظه وحيوب بدنيهن أردد أيوب هذا إسمان دافان ويسكو خلافان شيخوضو شيخوضو سيدنا يجد أن نقاب كنو يجد أوريو وحيوب بدن عند الحفاظ والنقاد الكبار حماد بن زيد لا يساويه أحد في أيوب حتى صبيان الثوري سيدا وحاكوتا جاي أثبت الناس في أيوب وحماد بن زيد سيدا وحاكوتا أحمد حنبل أقوال دور سيدا كله وحاسيدا كنت جاي آد أشر حي ابن معين وحاسيدا كنت جاي نكلا النسائي ابن عدي جمهور النقاد نقاد الحديث ودن باسدا رغير با خلاف سن ومرك قاركود اورنيا ابن عليا الله هرمنيا لا قول الجمهور واسدا وين موقنيس دار خد مرق تتبع عمبر وحد مدين ابن عليا يوم هوش سلخوك بدناتي مرك دمر هو سو لابطي الجاده ان حماد بن زيد لمده سنجرين في ايوب مكلمري دبا ملا. حدثنا خالد بن هشام المقدم وابو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد البغلاني كلهم عن حماد بن زيد قال خلف وحود أسو خلف ابن هشام ثعلب البزار حدثنا حماد بن زيد بويلي عن حماد مبردهم با عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول عن عبد الله بن سرجيسا وطريق كلها دار قدن عمر حدثكم كالسوغان هاي من طرق أخرى ابن سرجيسا سويد بن غفلة عابس بن ربيع أنتم المسلم كين دونه لكن مسلم حبلية هاي با صدح طريق الدنبيت الشريس وحكى صحيحسن تراق حماد عن يوبا كفعة تاسو مسلم أو أركا تاسو أهر مري عن عبد الله بن سرجس قال حوري صحابي قاس وصحابي مصغار الصحابة عبد الله بن سرجس وتقرنيسا قال حوري رأيت الأصلع نكي يريد وينابا نارك الأصلع أصلع وجد عمر بوجد وقدم بدميه كبو بي مركب بدار هيروي بيش وحالك قادنا يا نينك قفكم مسلم كأما بن آدم هو حسن إبسنة إن التلمان تسا أما اللقب أما نانيس إلا هو يريكرو يا كوشة يورك نينك قابنا بأي شيء مركا هو مجد دورتان ومجد لكن قابوا بالسكي إلى هذا أصغنا كما حانا قوم مقون صدو ويبنا أنت سيدنا عمر مقون سنتري رأيت وحان كيف يقول هدان عبد الله يا هاي الأصلع يعني وحوجد عمر بن الخطاب نيكي يريد وينابن أركيو يقبل ركن الحجر الأسود يقول أرني والله الله أن كنت أرتي إني لا أقبلك وأقول ركني وإني لا أعلم أنك حجر أن كنت ركني وحان أوقه هنا بقحتاي وأنك لا تضر ولا تنفع إس كان وحن أمدي في سيد وحن أمدي بتت لب يدف من ملي تأذوك إن ربك قريم ويه ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك دو أصل قصداء رجع معلقة دونا رجع معلقة الراديو رجع عينه سر كابي شود نعفك لك الراد تنحسي أمويين رجع حكاكم يسو ملي ألم حلوفا هدانا أرك النبي وقردون كان أنا وكمردون كذين وفي رواية المقدم وأبي كامل وحا كجري رأيت الأصيلع تصور أصلع رأيت وحان أركاء الأصيلع إنك بدارت يراوي مركب بدارت موينين وي طيب دارت سبب أدوين معاي وأدن بولي بهيرضو كشي كما سوى الدقدقين. وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب ونمير جميعا عن ابي معاويه قال يحيى وحوري في حديثي اخبرنا ابو معاويه عن ابي معاويه مبعور النباء عن اعمى سليمان عن ابراهيم النخع عن عابس بن ربيعه النخع روايه عابس بن ربيعه ودرقد وشيغنا اي نواتن تيسويدنا ويمن دونتا قال وحوري عابس رأيت عمر أركي رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر الأسود دونكاني ويقول له إني لو أقبله وأنك دونكاني وأعلم هذا نوحا أقه أنك دونكاني أنك حج يضغحتاي ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك هذا أركي له صوبنا وأنك دونكاني أنا أفكى يكون قرين بوري لكن نبي أنكر هذين أنك راعيها وشايدا. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزمن حرب جميعا عن وكيع قال أبو بكر حوري في رواياته أصدق حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن سويد بن غافلة الجعفي رواية سويد نواطئ قال وحوري رأيت عمر أي أن أركي وقبل الحجر رجع حرم كضي والتزم وحبط كنصاري ملتزم كمشى لسميد أركي الباب كعبد رجع حرم حيزة مشى أيده سيدا ملتزم لو يد هذا
وواصنوا ونكسن إن حبت كلا صاروا كفر رسطوت إلى كبر يوم مشى كويد وفي عنت لكن لو قوس في ماي كوب مشى تجنب من قوس من إن أما هدد كلا بجس هو خالد زيدي لقده دي حاجة كوتوراي هدد هشوا خير لكن واحد واحد كان الله يوامي ورجع قد يسوي ملتزم كما حد لا تقول قد يسوي بعد حبت كسارة كرتا وجه كسار لقوس سجود كرا حتى إن لقوس سجود ما وجه كسارته إلى كبر دا ونكسن وفي عنت وانا صنه وحبت عيلنا روايه مالك بس هاجرت روايه مالك بس هاجرت مالك وركيسان وحاله حديث كان سو غارين يسند وصنب يا كوس بحضي ولو نقدي حتى مالكي اسك قال لحد قال وقال وحول عمر مركو اوشا كهلهي رايت رسول الله رسول كلام اركيو حفيا بك اتكو ضنيني الحفاوه الاعتناء بشيء هل اعتناء بشيء شيء قال الضر يلو ايد ضنيسو ايد ادداش اما اتكو حيال ديرات امان ديسا اما اتكو حيال ديرات كرامين ديسي يقدرين ديسا ليدا حفاوض الله ليدا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا اي حفيا بك اي معتنيا بك مهتما لك مبالغا في اكرامك وتعظيمك نبي محمد اتكو حيال ديران يسيدي لقو كرامين لام لقو حرمين لا ايان اركيب له مركا النصاصا كورن كان يا اما كوكو سجود يا با وحدثني وحاكوا واحد كتب يا محمد مثنى حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري مركب وكيع عن سفيان بالا متابعي بهذا الاسناد سفيان عن ابراهيم بن عبد العلاء عن سويد بن غفل الجعفي عن عمر هدي قال وحول مركب سوق عبد الرحمن المهدي في روايته عن سفيان ولكني رايت ابا القاسم ولكني رايت وحانك ابا القاسم ابو القاسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بك حفيه اسوق اتكو ضنين يكو وينين يا ولم يقل مؤرن إن كان ضمبر ويديسه والتزامه كسجد أما حبت كصاري وجه مؤرن إذن حال سكون راعي إن لبضع دقحم الله السلام يلا قعن ساري حجر أسكو كأسوكو وحولي هاي هدي أد لجوكتنا وادون كاني تا سلامتو بادولي وادون كان هداد قاعدو وين تاد قعنت اللق قاعدو يد قعنت وادون كان كرتا لبدا سوسو ليه اللي قوس سجودنا واليه لكن ركن اليماني قال سو كاله ان حجر اسود كاهين مركا لا سو غارون با لا سلامي دونك شمالا سو لا دونكن ماي هدي لغا فغادنا لا اشار ماي هل اشاره وحوي حجر اسود كاسو خو ما يالي لبا ريموت بيس لا ولا منو وكلا تغي labadan gees geeska iyo geeska maxay kala qiimo badan yihiin labada gees waxay wadaagaan in ay ku taagan yihiin asaasu qawaadi ibraahim ay ku taagan wadaagaan laakiin geeska kale wuxuu la dheeriyay kale wuxuu la dheeriyay haajir asbuga ku jira laba fadhil u dheeriyay marka labadii maxay wadaageen salaanta maxay ku kala tageen dhunkashada iyo ishaarada bay ku kala tageen maadaama anagu aan laba lambar sito adiguna hal lambar aad la fadhido لبدا كلي شاميينكو من ما هيا اساس ابراهيم كوما جيران ها حاجه اسمه كوما يالو برك اساس لو قال لي حري طيب قيبتو كهل امام كحو عقيده المسلمين صحايا لكن نصوص كلا وهي عديسي دغحاني ها استاب شديس اني كح كدري دونت اخر ديبكي ديبتو كان فيني وا مخي وكتكوري وا مخي dib iyo dheef dhagaxnimo ugu jirta ama dhagax uu dhagax kale kaga duwan yahay oo asagu u wato buu diidan yahay laakiin wixii rabbi rasuulkiisa ku sheegeen uma diidano xaqiiqda xumaas uu ku diidan yahay xadiid bay waxa ku timid dhagaxaas ninkii salaama ee dhunkaday ama gacan saaray asagoo rumaysan aliy rasuulkiisa sunnada nabi maxamed raaciye bisidqan wa xaqina ku dhunkada in aakhara dhagax uu iman doono xil aswadku أسوى عرب له ودبنا له هلا هي أمراتك عاية على إيماني وتوحيدي وحجي وحجي كم أمراتك أمرات هذه حجك هذه وناك هذا بك أمراتك عاية دنبي إذا لقد ترترا ولقد دافا أسوى عضو بيلة ونلقى كعب وعانا كعب باجنة الله كين سيد اللو تابانا يو اللو تابانا يو دنبي اللي سكتر هي اللي سكتر هي بوحون نقضى عطر بنو خطايا بني آدم بامدو بيسي ابن عباس قال لو يدول المحور دغخو
محوده وحي امدو ما كي غانت لمري او مشركين تابتين او بني ادم تابتين محمد وبي وحيري الهي وحيد سبحانه وتعالى زهرد هي زينه هي بلد جنده ان هي دنك تالو نور نور حقي كليم سيد هذو نور بحال الله نور كي نعمه لا شيء هي جنده جرتبا دغخان افكي سوي افكلا بيمن لايد ولا مدوبين دها لقبت قل يزن ادغى وحيد هذه دغخ هذو عدان جري او دنبغان او مدوبي marka anagu islaana ahlu tuhiid aan noqono tuhiid ka aniga muxuu cadeyn waay leeb darada ayaga soo muslimiin baa ahlu tuhiid ma isan imanin waagada ma salaamin marka wuxuu dhahay haduu dambi la madoobaaday he tuhiidkii aan ku salaanin muxuu cadaan waay hal horto waa qiyas maal faariq mid kooba ahlu tuhiid ka salaam ya dambi liyala ay tuhiid ku imanay salaam ay laftirkoodu waa macay وأهل الآثام بكمده دنبك وولي سيزعظة وحيوف كوتوس الهيد هذا ابن آدم كالدنبور دانا إسلام عين نغضان أنبياء رسول نغول الله هايين معصومين مركا هو عدان لها شكيم بلها يوض سيدادو أضغعيد وكوضة مكال لمر هذا أهل التوحيدة ودنب لهين وإلهي عاسين هذا إمان الله هايين ومشركين تيددك أهل الدنبك أبدل لهايين وابن آدم كبا أي نغول الله كله رسول أنبياء كدبنا أي سلامة إنه عذابه أو قياس كذا معقول نقد قرب بين نقول لايد كأرض ما كأنا تعيد كذا شيء يسه أيها وحكوا كيهين دمبيري ياشي كمدين وحكوا اللي جيدي وحكم الربانية إن بقول محمد بعد صلى الله دريمه دمبيجو راتكو ابن آدم خوي الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون دنبك دغ حد مدوبي اسا او غلي قلبك هذه غنكاده يا دبنها هذا مخو سمين يدوشاد وحكم رباني او للرب انك قدرنته خطرت يا هلستي ذنوب تولد اي او غيسنيسو ادمها علامات موقتوي سحمها لوغ عررنا الهي حكمتيسا وحا كميت هايبا استامن لوغ نخ ان لا سميهو نينك ربد عني محل ليدي آخر روح إيمان هي هي يتخبطه الشيطان من المس يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا نفس الشيء ننك بلنت بلن فروق بلما إسلام ككبحة معالي بنديرات غير عالم بهالك هذا بإست طبعا نعست اللي قلت منها هي هذه قدرة فلان من فلان مركز دمدقي اني خطرت اولي سين قدري انه بقى حابا ان لقدت الصي ضوح قرني مدك لاهل التوحيد كسلامه يمدنا ايجا بدم بيسك كتر هاي دم بيسي كرديين موين ها وحوم ما يسنقادن مركز عقل حما اذا هيسوي نول بمر نصوص الدوره يعني ما العلوس كفريستا ولا يغنوا باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب وحبابي هاي جواز الطواف على بعير إنه يبنانتي قادي دوشي نفقيل أدو سنة طوافت إنه يبنانتي إيه وغيره وحرتي وحان قائم بي نفقيل أدو قادي كلاب وضا طبع إيه واستلام الحجر رقاح إن لغو ترامي كرا بمحجن أول بكورا أول إن الله عكرت أول إيه أول أدو وضطي حارقي أدو قادي ويدو إن أقول يا حارق يوحد هي الله عكرت عماد هذه هذا كوك طبعا كرت كرت يو النح ويحي لمدة بكرة لمدة للراكب إنك جايد كسارة حدثنا أبو طاهر وحرمته من يحيى قال أخبرني بن عبد الله أخبرني يونس بن زيد الليل عن شاب الزور عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود الهذلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله رسولك إلهي طاف وضاف النبي في حجة الوداع حجك سقوط سكيو ضوافي على بعير النيف قيل دوش ياشي سيبو نبو قد ضوافي ونبو سو مرّي يستلم أسوق سلام الركن حجر الأسود كه بمحجان أول بكورة محجان كواوشن قولابان التقانن بكورة التقانن طيب وأن كتاب الكسوف كسو مرّي ورأيت صاحب المحجان حجات ننك كحد الجري
نرك أوشك جسوا جيدين جد طيب وذاتك من عمار رشيد لورنج جري بحديثكم وحوش يا جي إن لسكو خلافي من شاب الزهر لسكو خلافي ومركا نمام بإرسالية بولي صدحة الإمام البخاري هي مسلمنا وصل جاي دورته سيدا يقول شيئا بانا كسحان بحاية إن كان عبد الله بن وهبة يونس من زيد الأيلي عن مشاب الزهر بكوري وحانا متابعي ابن أخي الزهري عن عمه ابن أخي الزهري عن عمه ليث بن سعد يوصام بن زيد يونين لورنجر الزمع بن صالح ونسي حق بطنين أي وحكى لقنا حديثك عن الزهري بلغني عن ابن عباس عن الزهري بلغني عن ابن عباس أو عبد العبيد الله بما شك صاري بما شك الطورين مكر بخاري صدو مري بخاري حدك عكس وصارا كل حبوا يتضبا كفيري سنة كان قد يقيس مركز أول متابعة شيء وتابعوا دار وردي عن ابن أخي الزهري عن عمه كتبوا كتبه الرواية ابن وهب وحكو حجينية متابعة ابن أخي الزهري عن عمه ويل أذيرك يا ساكا يا قان ويل أذيرك وحكورن هاي وهذا أن كلو حافظ أو تاغيري إلا دقاك وادقت هاي ابن أخي الزهري عن عمي ابن شاب الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس طيب ابن عمار رشيد رسالة دي زي كتاب كيسا عيلة الحديث المسلم ودي جري رقم كلباتنا نضبور كاكو شيئا لكن طريقة الشيخين بقى يغلح يقبنا وركيسا أنس كغت تقنو وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن حجر ياسس عفوا ابن مسر القرشي عن جريج عبد الملك عن ابي الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي عن جابر عبد الله الانصاري قال طاف رسول الله هل كحديث كاهر بن عبد الستين دكتك مالكية يا حنابله وحي وحجيستان حديث كان ان حولها النول عدكو دي عانو الله رمو اي صالدو دي كاذو دي قدو اي ضاير تاي هاي لي في المسجد الحرام وحول الكعبة والطواف بنبي وحوطة هل بكو دوافة أن آمن لغا أهين إيه هنا إسكا كاديسو وإلا سيب رب حضو إسكا صلاة لغاتو طيب دواف وقت دير بو سعودا طيب نبي قنا وحساء الصمين هيابا إن لغا قد ديدو أولا أركو عمل كو الصمين أيو ومسلمين تداوة هدي هوشا سنجازة هاي مسلمين تنبغوا ما تسين بيري نبع الله هدي النور هذا دكت وحولها نيا دميرها نجا عفر قيل أي الله أني أرجع أنا ده وحنكوش دقاقة النجا إيه مساجد وحن جالس أنا متشر فما إيش كسب إذا مالكية حنا إيه حنا بلو أو شو كل دقين نجا شافعية وحن لنا هاي هي حنا فينا طاقر السنة وحن لنا هاي وادعي كرتها شو إني كذو إني سار دكتو إني دكان وادعي كرتها هاشو إن مسجد كلا قلي كطة وافتي لقى قادن ما هيو وحكي ما دينه طاهر ياي بدليل نبي محمد عرو يريهم زاد كلا سو قريش ودعي كرته إن النجاسية مركها هاشو وحي لم تاي عرضي الركاي جواب تازي وجواب في عمو ما كان صار الله في ريو لكن أدل لك يا لو كلا بحاي عن جابر عبد الله الأنصاري قال طاف رسول الله سلك له حقود وافد بالبيت كعبة حقود وافد في حجة الوداع حجك سكونت انت على الراحلة هاشي سيقاد كسب حقود الوافد يستلم أسقو سلام يا الحجر لقى حمدوبي بمحجنه وشي سبكو رضا أيد لأن يراه الناس محنا بيقول هلا حقود وافد دادك سيو أركان وليشرفا دادك إنه سوق وران صدرت وكفك على لفكو ده نين دب ولا هدوء ترى أما نبغى دباتين لا إنه ككرئي أو دب كذا ضعف وليشرف وليطلع عليهم وليسألوا وحوديا هاش نبغى حوض ضوا في دورة ريموت حتى إن لا أركو عمل كيس الغض يده والمسلمين مال بنانا كاركاني والباص وارك سوى فيري وإيش سله النبي نبي يقول رأيك وسوق أران صدوا سيف عن أركو وحي خلد هيا وكده هي بلو هذا دب لما جناين بركودنا عن خير بضنينا إلا أن دب هذا منافق مسلم لقمة حواي ونبيكم مالك ركاء هذا إلا أنت اللي سو قرمه بس حل إسكان قنيس وليسألوه سؤال لا يود النبي محمد وسامح هو شامح كسمينا فإن الناس ضدكم غشوه نبي وقصوا حومه
ويسكو يما دين وي مركا سنعي لوغل دبن ونبغى ولا كل من هشو طوافي حالين سومر. وحدثنا علي بن خشرم المروزي اخبرنا عيسى بن يونس يعني بن اسحاق السبيعي عن ابن جريج عبد الملك وحدثنا عبد بن حميد الحافظ صاحب المسند والتفسير اخبرنا محمد يعني ابن بكر البرساني الازدي قال اخبرنا ابن جريج عبد الملك عيسى المتابعيني اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابن عبد الله الانصاري يقول طاف النبي في حجه الوداع على راحلته بالبيت. طاف النبي نبي طوافي في حجة الوداع حجك سقوط انت بالبيت كعبد وقد طوافي على راحلته هشيس تشهد وقد طوافي وبالصفا والمروة صفي مرو النبي السعي هشا سقوطه ليراه الناس وتذك سيو أركان وليشرف سوء قصر ريو عيق صفيريو وليسألوا سيحو الديان درته فإن الناس تذك غشوه النبي واعد اليون وقحومه. ولم يذكر ابن خشر موسى شيئا وليسأله فقط انت بس انت ولا انت ولا وذاك لاي ليراه الناس وليشرف عليهم انت ولو لك حسن شيئا وليسأله الا ذا والسكون من ضاف النبي عليه الصلاه والسلام وهش قايدك افولي ترمي ابو داود حن كون مري النبي حن درتي حتى افولي بين كون مري وقايدك استعمال الا هذه الاسكو خلاف لكن حكم كان لسكو خلاف الى ذاك بده محاصرا النبي قد وافي قاديد كسعي قاديد ويبنان تاي لكن حافظ البلن هذا حكمك يا رجل ان مشي هذا قد وافته والله قد وافته من غير ركوب تايد ومر ملا لكن اللي ينكر او شيء مسلم او وريا ايا كفي كسوغان من حيث السند الا ذا نبي وحن صناء نبي محن صنيع عليه الصلاه والسلام وعافي ما تقضي حكبت انا مركز صوابه. حدثني الحكم بن موسى القنطري حدثنا شعيب بن اسحاق بن عبد الرحمن الاموي عن هشام بن عروه عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال طاف النبي نبي قال طوافي او وريقي في حجه الوداع حجك سجود انت حول الكعبه كعبه هريره قد وافي على بعيد نفك سجيره دش قد وافي يستلم سوق عن ساري الركن حج اسكو السلام يم حصاوي يلي كراهيه تكوس وقصدي النبي قايد كوفولي وهاش اوقاتي ان يضرب عنه الناس دتك ان لغا عليو لغا غراعو افك دتك لو دفت مسلمين سان لو دبن ان لو علين امان لو ريحن بو النبي قايد كان كوريا مركا اسكو دوافن ايو وحيد ان اي ويديين حين صومر النبي ان دتك لغا عيرين جيرين دتك ان لغول غول جيرين. وحدثنا محمد مثنى ابو موسى البصري قال احدنا سليمان بن داوود الطيالسي حدثنا معروف ابن خربوذ الاموي خربوذ الاموي قال وحر وذاتك معروفه سمعت ابا الطفيل عام واثله صحابي وقرنيس يقول رسولا مغلي رايت رسول الله رسول الله بن ارك يطوف بالبيت كعب سوق طوافيا ويستلم الركن بقى حمدون السلام يا بمحجن معه اولوتي بكروتي ويقبل المحجن دنكن يا بكورتي مركو لا غاري او تابتي بو ايدو دونكداي سيده هدا افك لا غاري ودا غانتا تاب كو تابن غانتا دونكنيس انت بدي كو سورو غلي ويدنا واد اشاري. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن محمد بن عبد الرحمن النوفل ابن النوفل عفوا عن عروه عن محمد عبد الرحمن النوفل ومتابعينه يا مركو ذات كيشامها عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة وصحابية زينب وذكرنا إنسان عن أم سلمة وهي بحكور نيسة هند أنها قال إيه يجري شكوت إلى رسول الله أني أشتكي يوم النحر مالك إلا قاري وحيتري شكوت إلى رسول الله إيو إنو طواف الوداعي أهابا شكوت إلى رسول الله رسولك يوحان أشيكت أني أشتكي إنا حنون صني إنا الشيغان إنا أشيكت أول مرة أنا لو كنت وافقا إن صعد يا مشي فقال النبي حلو طوفي طوافه وريك على كنت وافق وريك من وراء الناس ضدك قلاش طواف وأنت الراكب هذا قاعد سارا قاعد سوق هذا ضدك أنا كيف فوقوا شيء ذاك وراك طوافك على كوريك كان فوقوا ضدك ضدك سوق على كوريك ما دقنوا نين تابطي نين سلامي ايو نين دنقضي ايو نين اسكت تشيب وصلوا محون كيف فوقوا ماشي اقر كا قد ضواف رتنا قايد نقاضو.
قال وحيتر هويدن فطفت وضوافي ورسول الله حينئذ يصلي إلى جنب البيت كعبة وان كنت ضوافي نبي محمد وكنت كنية كعبة أكتيد إلينا عيدا كعبة وقابلي مركب وتكنية نبي صلاة صبح وتجيني المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ سورة آخرنا إياه بالطور وكتاب مسطور سورة الطور بنبي آخرية طيب حليقاس أي يسكو آدسي حي إلي هاوينكو إني رقا كفو قادان فطوف واسنو سيدة صلاة الله كلا دركو ويدمركو قيب هادن باللوغي رقن هرئوسو مران طواف بنا سيدة صنعة مش رجع الجانب هذا السعودان كورونا يكذب بعضه وشيء ده كرة كذا وافتاه وناقصن هذا لك هوش السعود ما يزواركتين وحمش كذا عاية هواين بتجلس كليات يحقا كاتوري واري يقدم بيسي هي لو كوريس دي ديت برم ملايني ولا فيلبيني برج إيش يا قاطيبة كسي كاتوري نحجب سبع لكتيس لحدونك مية لحدونك عمره ياهي نحجب أنك الله إياه مركا وأهل سوي هو أن بابه الفاق هو قالي لكن هذه اللي هي لك هو شو الأول يقول كبار المسلمين ده رجع كده بعضه بنان كهاوريت بنان كهاور إذا تاسو النبي يقول شيء وحوك الله يقول شيء جاي دابد محكينيس دابد بنقطة وافي ذات كانوا وان دح جالي محكي مني لباتو نوح ضوفي من وراء الناس هل أسود حقين دابد ويهراتمي كرتا ويكو قلعي كرتا شفك يكو قادي قوبك يكو مروجيني رافك مركا وين لقفك هذا وحيكل هو يعني اسكو عادس والنبي قسم يشيقين او يسكتي مركا صلاة الله قلي ومهات المؤمنين شيء والبشيء كوانا سوي قرنية رقم مركا صلاة قلي ونوال بالهور تاقنية ويضا وافت محايا يوضو جماعة واجب كما اها وهويني ورقينا فانتان بعض الرباه عاد انت رقم بقيين يا ربي هرتاغين او لا قدم ميس سيده اوغو استريت اي هوين او ضوافت يي يو ضوافتي رضي الله تعالى عنها والله سبحانه وتعالى اعلم.